أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية حياة كريمة رندا المنشاوي، أكدت أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في محافظات البحيرة وقنا والغربية والفيوم ودمياط، أشارت إلى أن لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة تجوب القرى المستهدفة لمتابعة الموقف على أرض الواقع ومتطلبات العمل واحتياجات المواطنين الفعلية كذلك.